هذا هذا مول الارض، هذا داير الضربه واللف والدرا، يعني كاينه الفصه، كاين جميع انواع. راه كاين الحمام فواياجور حر، والله الا كاين حمام فواياجور حر كيطيح هنايا، الدراري ديال المنطقه راه كيصيدوا عليه. هذه دخل اخرى السلام عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا اخوتي في هذا الفيديو. ان شاء الله هذا الفيديو بغيت نعوض البحر اليوم. اليوم بان لي الجو زوين، كاين الشمس ما كاينش الريح بزاف، البارح كان الثلاث ايام الاخره كان شويه تبعد. اليوم بغيت نعوض ان شاء الله البحر، وهاد الطريق هادي اول مره غادي نديرها، اول مره غادي نكتشف هاد الطريق هادي، البلاصه هادي كيف فيها الشعبه، وغادي نعوض كرام الضيف، غادي نعوض من وسط الشعبه، يعني من الجرا هادي من وسط الفلاحه، وغادي نهبطو ان شاء الله كرام الضيف. بالنسبه للطاكسيات راه كيديو الكرام الضيف من هنايا، ها الاتجاه ديال الوالديه، الرومبا الاولى اللي كتما جاي من اسيا، هذا كتدخل الوالديه، انا قبل منها ها الطريق اسيه هادي من جهه الرموك، هي طريق اسي، وانا اليوم غادي ندير هاد الطريق ان شاء الله، باش اللي باغي يعني اللي باغي يتمشى على رجليه، وكاينين الناس عز عليهم يتمشاو بحالي، هادي الطريق زوينه ان شاء الله، تعاود ليا طريق مزيان. تبقاو معنا تكملو هاد الفيديو هذا، غادي نهزك باش لاباه تشرح ليا ولا تشرح ضروري بحال هاد البلايص هادو، تكون غادي ضروري تهزها في يدك، ولا وانت تهزها في يدك، ما تعرفش شنو هو كاين، تخرج لك كاب، تخرج لك لعيبة، دابا عندك سلاح، خير ما دايرة والو، المهم غاتخلع. اخوتي هادي هي الشعبة، هي هادي. كبيره هذه راه اول مره انا غادي نكتشف هذا الاتجاه هذا، يعني ديال الطريق ديال كرام الضيف، كاين اللي كيمشي في الطاكسيات، انا بغيت نمشي من وسط الفلاحه ونمشي من وسط هذه الشعبه هذه، نكتشف هذه البلاصه كيفاش دايره، الانسان يكتشف البلايص، فهمت؟ حتى اي بلاصه تعرف. بالنسبه للتعليق على رجليك، هذه هي الطريق اللي الا بغيتي تمشي كرام الضيف للبحر، هذه هي الطريق اللي قريبه وسط الفلاحه، ولا بغيتي تمشي في الطاكسي راه غادي تمشي حتى للقصبه، يعني حتى للقصبه، ولكن راه ضروري خصك تدخل عاوتاني واحد شويه على الفلاحه، من القصبه غادخل واحد شويه عاوتاني، كاينه شويه فلاحه بحكا هاد الطريق. المهم انا اختاريت نجي نهود من حدا الدار، نهود من هاد الطريق هادي، اول مره غنكتشف هاد الشعبه هادي اللي دزنا من حداها، كان كامله، يعني كيعاودوا لي الناس ديال المنطقه، قال لك كانت كامله شجر، تحيد هذاك الشجر، حيدوه كامل، دابا راه كيديروا شي مشروع، هذا ما عرفتش انا، ماشي واد حار هذا، يمكن الله اعلم، ما عرفتش شنو، بان لي بحال واد حار، الله اعلم. البلاصه اللي معروفه في الوالديه، لا غروند لا بتيتي، ما كيبانو من هنايا، يعني الهبطه ديالهم بحدهم من لهيه، يعني عندهم جوج هبطات، الهبطه الاولى قبل ما تدخل الوالديه، والهبطه الثانيه من لهيه بحال غادي جديده. انا جيت دابا دخلت من هذه الهبطه هذه، يعني راه كانت شحال هذه، كانت صعيبه، منها ما كانوش كيدوزوا منها، كان فيها شجر بزاف، يعني كانت كتخلع هذه البلاصه، انت دابا خصك تدوز منها وترد البال. اليوم انا اختاريت التحدي هذا، وانا التحدي هذا بالضروره نمشي على رجليا، ما عمرني ما مشيت من هنايا، اليوم درنا التحدي هذا، راه كاينه الطريق راه كتما غادي معاها، اول مره غادي يعني كيبان لي الطريق ما عمرني. كما كتشوفوا الفلاحه دابا هي بدات كتبان هنا، البلاصه كامله مشات فلاحه، تقريبا راه ملي كتفوت سيد العابد كتفوت حتى لاسي، راه كل الدنيا فلاحه على البحر، كتكون ديما خضره في الصيف وفي الشتاء، كتعجبني انا هاد المنطقه اللي على البحر، يعني كيكون عندهم الماء، كيكون عندهم سوارج ديال الماء، عندهم بيار. دابا الفلاحه غادي ندوزو نحاولو ندوزو من وسط منا، وراه البحر راه بدا كيبان، يعني راه ماشي شي بعد، ولكن يعني راه كاين شويه تحدي مع راسي. انا غادي نزوم لكم على البلاصه اللي غادي نمشي لها، راه كيبانوا من هنا بحال التخيام فيها، وكيبان هي انا راه ماشي لها، ولكن ماشي لها في الطاكسي، ما ماشيش لها من هاد البلاصه هادي.
يعني ملي كتمشي في الطاكسي راه ضروري كتدخل عاوتاني من القصبه كتدخل على رجليك. دابا انا دخلت نيشان بحال قلتي من الوالديه وغتعود على رجليك. يعني الانسان خارج راه ضروري خصو يخرج بحال هكا يعني يتمشى على رجليه ويدور ماشي ديما راكب راكب راكب. صراحة والله تا أجواء أجواء رائعة بزاف ناضية الأجواء هذه ما تعجبني أنا هذه الأجواء بزاف ديال الناس كيدخلوا عندي الكومونتير كنشكركم بزاف على هاد الفيديوهات الأخرى اللي لحت الوالدية يعني كيزيدوا يدعموك مازال وكيزيدوا يعطوك مازال باش تزيد تبين. حنا داكشي أخوتي اللي كنعرفوه راه كنبينوا لكم وقبلوا علينا هادشي اللي كاين في الفلة هذه واقيلا الدرا وفلفلة فلفلة الحارة يعني او واحد البقرات ما شاء الله بقرات هولنديات. دابا حنايا كن يعني غادي للبحر منا غاتمنظر في المنظر ديال الفلاحة منا غاتمنظر في البحر. المهم كيقول قدر 4 صورين بحجرة وحدة راه هي هادي ما تمشي ديريكت للبحر شوية البحر عيانة خاصني ضروري شوية الطبيعة البحر عاوتاني البحر كتعيا. المهم اخوتي هاد الخرجات بنادم يستغلهم كيكونوا غا موسميين يعني من الصيف الصيف بنادم الا خرج يحاول يقلب ويدور على رجليه شوية يعني الخرجات ماشي يعني ماشي ديما بنادم كيخرج يعني مرة هاديك مرة بنادم يستغلها ما يعقلش. هادي الباربة هذا فالح الباربة هنايا كما كتشوفوا اخوتي هنا جميع انواع الفلاحة راه كل واحد على كل واحد واش كيدير. هادي راه باربة هذا لفت هذا مول الارض هذا داير الباربة واللفت والدرا يعني كاين الفصة كاين جميع انواع. بالنسبة للفلاحة امتى كيجنيو كما بقاوش مع اليوم يوم الاثنين هذا ولا السوق هنايا الاربع كان في السبت ولا السوق الاربع ما بقاوش كيجنيو بحال هكا اثنين وكيجنيو حتى ثلاث بحال هكا تقريبا وحش السوق الاربع على حساب السوق. بالنسبه لخوتي الاجواء ديال التصوير هذا راه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اخوتي راه ما كناخذ حتى شي ريال من هذا الشيء. انا غير يعني بحال درتها هوايه راه اصحاب اليوتيوب كلهم عارفين هذه القضيه هذه يعني يعني اليوتيوب راه ما فيهاش حتى شي حاجه راه ما فيها فلوس لا حتى شي حاجه غير انا بحال قلتي يعني هوايه درتيها يعني فيديوهات ديالك غتبقى تشوف فيهم ولو اي ما غتبقى تشوفهم ديك الفيديوهات ديالك ويكونوا غير فيديوهات زوينين يعني يكونوا الناس اللي غايشوفوهم كاين اللي كيدعوا معاك كاين يعني فيديوهات زوينين اي واحد غيتفرج فيهم راه من ناحيه الفلوس راه ما كاين لا فلوس لا والو من اليوتيوب يعني تقدر تكون شي حاجه ولكن من بعد يعني خصك لا واحد المده يعني ما ديرهاش في بالك اللي باغي يدير اليوتيوب بلا ما يفكر في الفلوس. الا فكرتي في الفلوس بلا ما دير اليوتيوب حيت اليوتيوب راه انت اصلا انا كنسمع هادشي من صحاب اليوتيوب ولكن انت انا ما كانش داخله ليا راسي ولكن ملي درت اليوتيوب راه عرفت انا القيمه ديالو يعني راه انت كتخسر من عندك بحال دابا في اي فيديو انت غتخسر من عندك مثلا غتنقل من هنا لهنا وغتمونطي فيديو وغتلوح فيديو راه انت كتخسر من عندك. انسان يحاول قد ما كان يديروا اقل يطلع لي باقل الاضرار يعني هاد الخرجه انا خارج غندير فيديو عادي اي حاجه ما غاديش انا ما اصلا كون ما كانش كاع اليوتيوب غنقدر ندوز من هاد البلاصه ونشوف يعني عادي داكشي فهمتي خارج يعني كنشارك معكم كاع اي فيديو غادي نشاركو معكم. وشكرا اخوتي على المشاهده والناس اللي كتدعم القناه شكرا لكم بزاف. شوف على منظر شوف منظر واعر في هاد البلاصه. بالنسبه اخوتي كرام الضيف راه هو هذا هو
وصلنا دابا هذه الطريق ديالو، الطوموبيلات راه داخلين حتى لهنا، راه كيدخلوا الناس هنايا، وكاين مازال راه ما شاء الله طوموبيل اخرى داخله من اللي يعني كاينين طلال البلايص هنايا. المهم انا وصلت لهاد النقطه الاولى ديالو، راه هي هادي، راه البلاصه راه كتبان ليا زوينه هادي، غنحاولوا ندخلوا هنا ونكتشفوا هاد القنت هذا كيفاش. يعني تمنظر مزيان وطابع، راه مازال يزيد كاين الفلاحه، كاين مازال تي قدام راه كاين الفلاحه، كاين يعني كاين منظر زوين خلاب زعما كاين الفلاحه على البحر اللي بغيتي. المهم اخوتي كرام الضيف حنا وصلنا ليه، بان لي البحر هنايا بحر زايد، يعني البحر صابح اليوم واعر، راه كيبان شوف الرسله فيه حتى البركة تجي، يعني البحر واعر بزاف، ولكن بحال البلايص هادو يعني انسان يبعد من يعني ملي يلعب الدراري صغار يعوموا على برا، راه كاين بلايص بحال هكا وبحال البيسين على برا، ما عندك مناش تخاف يعوم على برا، والبلاصه اللي لداخل يعني بنادم غيتجنبها، هذيك راه بنادم كبير وما غيعومش فيها. دابا غادي نمشيو نطلعوا على واحد الحجره، غير كنسمع بها ديما كنسمع بها، كيقول لك حجره ديال معروفه هنا، حجره حمام، انا غنزومي عليها اكتبان عالي حجره حمام، يعني كاين فيها الحمام بزاف سموها حجره حمام. كي دخلوا لها الدراري ملي كتكون الماريه وكيكون البحر طايح. المهم غنمشيو نكتشفوا، انا راه بحالي بحالكم اول مره غنكتشف هاد البلاصه هادي، كل رمضان الضيف راه كنت كنجي ليه، يعني كنمشي في طاكسي ولكن كننزل عليه ما كنزلش في هاد البلاصه هادي. اليوم راه اختصرناه، يعني قريبه انا كنصحاب، يعني كاين الطريق بزاف ولكن واخا هكاك راه ماشي شي طريق كثيره بزاف. النحله رمنا بحال ديال النحله، والله الا بحال ديال النحله. بالنسبه اخوتي للتسميه ديال كرام الضيف، يعني اللي ما قلتش لكم، الموضوع اللي ما قلتش لكم هو انه كرام الضيف راه السميه ديال السيد هنايا، راه كاين واحد السيد واحد الضريح هو كاين هنايا، راه ما كيبانش دابا مع عمرو راه الطراسه ولات هذا مع الطيحه شويه الضبابه، باين اليوم غيكون الجو مشمس من كاين هاد الضبابه هذه، كاين الضريح سميتو كرام الضيف. بحال شكل السيد عبد الله الحاج، حيت حنا عندنا السيد داك الضاريح سميتو السيد عبد الله الحاج، ولكن الدرب كامل كيقولوا ليه السيد عبد الله الحاج. راه كيطلع على البحر راه معروف هنايا، الناس ها السكان داكشي راه عارف. هذا راه كيتحسب من اخطر البلايص هاد البلاصه هادي، باينه راه ماشي ولد منطقه، ولكن راه يعني راه باين البلايص اللي خطر ديال العومان، والبلاصه اللي ما خصكش تعوم فيها، راه البلايص هادو راه خطرات، هادو هما اللي كيمشيو فيهم النوايو وهذا البلايص. غنمشيو ندورو دابا، ندورو بجهه اخرى نطلعو على حجره الحمام باش نكملو الطريق، مازال غادي نمشيو لجيش كرام الضيف من بعد. الامنيه ديالي كان كيقولوا لي الناس ديال المنطقه، كيقولوا لي ديما كل عام كيقولوا لي حضره الحمام، كنسمعها بزاف وكنبغي نجي لها، ولكن ما كذبش عليكم كتعكز بعض المرات، كيكون كتقول البحر نعوم تمايا علاش غنكتشف هذا. واليوم اليوم بغيت نكتشفها نشوفها، جيت لكرام الضيف غادي نشوفها واش بصح نيت فيها الحمام ولا غير سميتها حجرة الحمام، يعني جاني العجب يعني الحمام بغا يعيش وسط البحر. وكاين والله الا كاين الحمام، ها هو كيبان كاين وسط منه. سبحان الله العادي، مشوا على بلايص كيدايرين
صراحه منطقه واعره في المنظر بزاف، يعني تسهل الضرب على الطريق هذه، يعني منطقه زوينه بصراحه تسهل الضرب على الطريق، ولكن بنادم يعني اللي جا لهاد المنطقه يحاول يتصور المنظر ماشي ديال العمان، وبالاخص ملي كيكون بحر واعر. رد البال مع الحجر هذا، راه كيعكل هذا الحجر، راه كيكون ماضي. يعني بحال البيوت الغار غادي هذا شمس حتى غار طويل، كاينين غيران تحت. اصبع العبدو وبوزرو بشي هو موجود هنا اصبع العبدو، ولكن هاد البلاصه يعني راه ما كيخدموش فيها بزاف، كتكون خطيره بزاف يعني بالنسبه اللي بغى يخدم فيها واعره. المهم خوتي غادي نمشيو نكملوا نكملوا الطريق ديالنا للجهه اخرى باش لا كان شي منظر زوين نصوروا ليكم. صراحه عجبتني هاد الحجره ديال الحمام، عرفتي راه كل حمام راه ما كيبانش مزيان، هاو غنزوم عليه راه كاين الحمام بزاف. سبحان الله العظيم، تفضل تكون وصل البحر. المهم دابا خوتي راه طلعت الفوق باش نعاود نشد لكم من الفوق، انا ما كذبش عليكم مشينا والله العظيم تا منظر واعر صراحه بالنسبه للانسان بغى يجي منظر شويه راه يجي. بالنسبه للحمام باش نكونوا واضحين، راه تسمعوا الحمام راه ماشي الحمام بلدي، راه كاين الحمام فواياجور حر، والله الا كاين حمام فواياجور حر كيطيح هنايا. الدراري ديال المنطقه راه كيصيدوا عليه، مؤخرا باع وحده ب 3000 درهم باقيه، جاي حمام المهاجر كيطيح هنا في هذه البلاصه. وكاين البلدي، ولكن كاين بحال قلت شي داك البلدي هو اللي كيجيب هذاك داك المهاجر، كيكون دايز كيبان ليه الحمام في وسط الحجر والماء وهذا كيهوت صافي كيبقى تم، وبلاصه مقره راه كاين ملي كيكون البحر خاوي كتكون الماريه البحر خاوي، كيطلعوا الدراري راه كيطلعوا كيتسلقوا من الحجر وكيطلعوا لي، ولكن راه صراحه راه جو واعر. المهم خوتي بقاو معنا ان شاء الله غنمشيو لاتجاه الاخر ونكملوا الفيديو معكم. هي الصراحه انا ماشي ولد المنطقه، ولكن ولاد المنطقه سموها حجره الحمام، هذه ما خصهاش تسمى حجره الحمام، هذه تقريبا على الاقل يعني عطاوها واحد كان يعطى واحد الميزه اكثر من حجره الحمام، يعني شي حاجه اللي يعني خصهم يقولوا جزيره الحمام، هذه راه جزيره، هذه راه ماشي حجره، يعني حجره راه كتكون على برا، هذه كتسمى جزيره، راه عرفتي شنو هو، هذه راه دير فيها سكنه الفوق. يعني انا كنت كنسمع بان حجره الحمام كنسحب انايا، يعني ملي كتقول الانسان حجره كيتخايلوها شي حجره صغيره، راه جزيره هذه، راه ملي كيكون مازال كوكا البحر خاوي راه غنطلع نقدر نتسلق ونطلع ونشوف. غنكتشفوا هاد الجهه اخرى شويه، نطلعوا عليها. المهم خوتي راه ما كنتش باغي نطول هذا الفيديو هذا، ولكن الصراحه يستحق نطولوه، كاين يعني كاين اللي يتشاف هذه البلاصه هذه، انا ما نوجدش كاع نطول هذا الفيديو، ولكن اخوتي سمحوا لي راه طولت الفيديو، انا الفيديو يعني كاين اللي يتشاف هنا. هذا الشمام تشبه من هنا، اللي بغى يطرف هذا البلايص خاصه يعرف على الشمام. خلاص كاين منظر زوين، ولكن بنادم ماشي يجي منظر ولا غادي معطوب، لا هي والو، يعني الانسان يحاول يعرف كيفاش يدوز، يعرفها بشوية يتمشى، راه كاين الحجر مشنقر كيشد في الرجل. دابا شديتها من اتجاه الاخر،
شديتها من داك الاتجاه ملي وعاود شديتها من الاتجاه هذا راه سبحان الله العظيم على شكل شي باطو، راه الشيء مزيان راه كيبان لك بحال مرسوم شي باطو بالحجر. جزيرة الحمام قالوا لي الدراري ديال المنطقة راه كنطلعوا لها، ترى صعيبة صاحبي، راه هي نورمالمون راه كيبان لك كتبان لك معالية ولكن راه عالية. حيت دابا عرفتي علاش كتبان معالياش بزاف؟ حيت البحر بحال قلت البحر معمر شوية، هادشي ملي كيكون البحر خاوي راه موبل يعني، وبنادم كيطلع من هنايا وكيغامر على قبل الحمام، راه عرفتي راه صعيبة. ولكن راه كاين حمام فواياجور حر كيبيعوه بالثمن، كل حمام. بالنسبة للطريق راه كاين الطريق من هنايا ديال ديال الكواطات، الكواطات يعني كيدوزو من هنايا هما يعني لاطراز ديال الروي، الطونوبيل راه ما تدخلش الطونوبيل، الكواط كيدخل من هنايا. انا غادي ندخل واحد الدخله اخوتي، واحد الدخله خطيره يعني هنايا في جيت كرم الضيف حدا حجرة الحمام، يعني هاد الدخله هادي ما كناش عارفينها ولكن اكتشفناها. شكون داير واعره خطيرة البلاصة هادي سبحان الله العظيم، ديكور فيها واعر. أنا خرجت من هاديك، هاديك بانت لي صغيرة مغاديش تخرجني ديك الدخلة، ومعايا هز التيليفون صعيب. دابا غادي محمد تسناني تما ريح، دابا غادي ندخل الدخلة هادي، هادي دخلة أخرى شو ترى شي ترى شي منظر عشان نعاود لكم. والله تا هو والله المنظر واقع غادي من هنا لكن عبد الله منظر واعر صراحة، يعني منظر يستاهل، يعني يستاهل الدخول على قبل هذا المنظر. خوتي اللي جا لهنا راه غتبان ليها الدخلة، راه يسول هذا راه غادي نمشيو نخرجو عاوتاني نكتاشفو على برا كيفاش دايرة قضية برا. والله تا منظر واعر، اللي جا هنايا يجي يتصور هنا ويضرب دورة، راه كيدخلو الناس هنا يتصورو. أنا واحد الرئيس راه هو اللي وراني هاد البلاصة هادي، أنا ما كنتش عارفه ولكن ورا لي الرئيس. تخرج وقال لي قال لي محمد واعر ديني نشوف انا زيد زيد ما غادي نكتشفوا حتى مايا، انا رجعت معاهم عاوتاني. دابا في هذه الدوره هذا اللي مدخل الدراري صغار كما قال لي السيد، بحال الدوره هذه غتوقف انت بحال هكا باش يدوز الدري. زيد زيد وقفي تما، زيد انت وقفي تما. واو سير على سير حدك تما وقفي يلا وقف تما. عجبك محمد؟ ايوا ها؟ لا راه تريح هنايا راه تجيب مانطا وتنعس.
عجباتك؟ شنو تنعس؟ يا الصراحة والله حتى ديال الجلسة هنا تريح. مقابل البحر، اجي ايا هنا ايا. كنت حدايا من عندك الدراري الصغار من هاد الشقاق هكا. ولكن واخا هكاك راه ماشي كبار اصغر. المهم اخوتي هاد البلاصة هادي اللي دخلت ليها دابا هاد الغار اللي دخلت ليه، يعني راه كنت كنهضر مع واحد الرئيس هو ديال المنطقة، يعني راه راجل كبير زايد في المنطقة، يعني مأمنة 100% ولو تريح فيها راسك ولو تبات فيها ولو تريح فيها جدي في هاد الأجين ما كاينش اللي يهضر معاك. كيجيو مرة مرة كيجيو الجوندارم كيدورو هنايا وداك الشيء، يعني المنطقة محروسة. أنت كتشوف راه راسي كندور هنا على الخلا هنايا ما كاينش اللي يهضر معاك. شوف تبارك الله واحد الفيلا مضروبة تا هي وسط من البحر، معزولة فوق واحد الجبل، ضاربة بانية واحد نصرانية تمايا، يعني سكنة عندها واعرة تمايا. المهم اخوتي دابا غادي نرجعو لجيت كرام الضيف باش نضربو شي بحيرة ان شاء الله، باش الفيديو سمحوا لينا طولنا عليكم. الفيديو راه فين ما يتشاف، راه مازال ما بغيتش مازال نمشي للجهة اخرى، راه كاين مازال ما يتشاف تمايا. المهم حاولت انا راه هكاك راه كنحاول نقتصر نسخر الفيديو ولكن كاين ما يتشاف هنايا. فهاد هاد البلاصه كديرها بالنسبه اللي بغا يعوم واعره الصراحه، كاينه الرمله يعني ما عندكش، يعني ما تخافش من الدراري الصغار تلقاو هنا خليه يعوم، ما كاينش كيف شي يعني ما يدير لا بحر لا والو، يعني راه البحر بقى ليه يعني محبوسه جات بحال لابيسين وبحر نقي. هاي مشات لي، حنا غادي نضرب واحد الدوره ليه، الا لقيت شي بلاصه بحال هادي غنبقى تما، ما لقيتش غنرجع لهاد البلاصه. المهم اخوتي دابا راه يعني ضربت واحد المسافه باش نصور لكم الدخله ديال كرام الضيف، راه هي هادي. يعني الا جيتي للطاكسي للقصبه غيحطك الفوق وغضرب هاد الطريق هادي على رجلك، يعني وسط الفلاحه غضرب على رجلك وغتجي تهود من هنا. ها هو يعني الخروج هاكا كاتبين هنا البلاكه، يعني من هنا كتمشي كتخرج ومن هنا كتدخل، يعني من هادي الدخله ديالو. انا ما غاديش نعوم هنا، انا راه غنعوم الهيف، يعني فين وريتكم اللقطه الاولى غنرجع دابا تما. انا جيت باش يعني جيت باش نوريكم اللي بغى يجي لهاد البلاصه، يعني بلا ما يتخسخ ما وسط الفلاحه، وهذا راه كاين ترونسبور يعني يمشي يدخلها من هنايا. وهذا هو السيد اللي قلت لكم، ها هو السيد، هذا هو كرام الضيف، هذا هو السيد اللي مسميتو كرام الضيف، ها هو في الجبل، ها هو الفوق. المهم اخوتي بقاو، المهم اخوتي هذا راه كما قلت لكم هو السيد، ها هو كيطلع على البحر، يعني راه منو البحر راه باين، يعني انا ما بغيتش نمشي حتى لحداه، يعني راه يبانها من هنايا. يعني راه البلاصه راه كلها يعني راه معروفه، هذه المنطقه هذه محروسه، يعني كاين الميترناجو راه كاين، يعني كاين الدار كاين كلشي محروسه، ما كاينش اللي يهضر معاك. يعني دابا غادي نرجع الاتجاه، انا من جيت وغنرجع دابا هذه المسافه، غنرجع فين غنمشي نعوم. اللقطه الاولى اللي وريتكم عجبتني هذاك بحال لا بيسين زوينه. الله العظيم دابا راه كل بلاصه والمنظر ديالها. شوف هنا يعني هنا كاينه السطوحه، هنا يعني اللي بغى يتمشى يعني في السطوحه راه هنايا، يعني ما يكون خاوي الحر كتمشى هنايا، جمع بوزروك، جمع ببوش، حريشة، يعني جمع داك الصدفيات راه من هنايا الا بغيتي تدور عليهم. والاتجاه الاول اللي مشيت صورت لكم حدا الجزيره ديال الحمام، جزيره الحمام كما سميتها انا، جزيره الحمام هذيك غتصاورها من الفوق، يعني صعيب باش هواد، يعني صعيبه شويه كيعودوا لاولاد المنطقه ولا كراريس شويه. المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وهاد الفيديو هذا درته على قبل المشاهدين، على اللي كيدعموا القناه، يعني مشاهدين يعني هما اللي خلونا نزيدوا معدنا مازال وتحاول تزيد مازال اكثر، يعني هما اللي زعمونا حتى درنا هاد الفيديو هذا. المهم خوتي ما نطولش عليكم، دابا ان شاء الله غادي نمشي نضرب واحد العومه، يعني بلا ما نطول الفيديو غادي نمشي نضرب واحد العومه في البلاصه الاولى اللي وريتكم، وان شاء الله غادي نعاود نطلع ونمشي من وسط هذاك الحر عاوتاني ونمشي نطلع. خوتي ان شاء الله موعدنا مع فيديو جاي، كنتمنى هذا الفيديو هذا يعني فيه استفاده وفيه بزاف ديال الحوايج. ديما جيم اخوتي جيم.